طب يعني انت لسه عريس جديد مش كده؟ الحمد بقالك لله. قد ايه؟ الحمد لله بقالي يعني. من شهر 8. الأسئلة دي موقعة على فكرة. دي مش موقعة خالص، انا ست اهو شهور طيبة اهو ما فيش اي ست حاجة. شهور شو بيحصل؟ وبعدين يعني انت من شهر 8 تعد على صوابعك، عد على ست صوابعك. شهور الحمد لله. فيعني من بس مسنتح ازاي؟ تمام انت يعني حتى كل هذه شوية اللحظة انت تمام مسنتح في قوي. الجواز؟ بصراحة ما فيش ولا صورة بتضحك لا فيها. هم بيحكوا، دي لذيذة لا اهي. اصل ده اكتر يوم موتر في الدنيا. ليه مش عارف الافراح ده دي؟ انت ابتسامة يا البنت بتضحك. عروستك اسمها نادين؟ نادين، ايوه. تاني نادين بقى. كتشجان. اي عرفته حفظته ازاي ده؟ اهو بنضحك اهو اهو، مبسوطين دي والله. الصورة الوحيدة اللي بتضحك فيها يا طه. لا لا في والله صور، بس في صور كاريزما بقى كاريزما، بنبقى عاملين كاريزما كده. بيقول لك المصور الديني بقى منظر اديني كاريزما حتة كده. حلمي. محمد حلمي معايا في إليت. لكن يعني انت لسه صغير، حاسس انه حان وقت الزواج يعني وكده؟ والله الموضوع ده بيضايقني جدا. انا مش صغير يا جماعه، انا كبير وعاقل معايا بطاقه. والله عندك كام سنه؟ 31. طيب لسه صغير برضه، ماشي لسه في البدايات نمشيها يعني. صغير. قصه حب بقى مع كيش جيان وكده. كيش جيان نادين وخلاص. نادين، ايوه. هي اكيد ارمنيه مش كده؟ ده اسم هي ارمنيه باباها. لا هي نادين من، يعني انا بقول لها دايما وش السعد، عشان وهي نعرف بعض من 4 سنين، وهي بتشتغل ستايلست وار دايركتور وبيرسونال براندنج، فكانت فاهمه قوي. يعني يمكن دي اكتر حاجه بحبها في نادين، هي فاهمه قوي شغلي، ففي كده انبوت يعني فاهم في اللي انا بعمله. مش بتدعمك يعني في جدا 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 في حاجات اصعب حاجه كتير. في الجواز ايه؟ اصعب حاجه في الجواز، انا كنت عايش لوحدي قبل ما اتجوز، قعدت 2 سنين عايش لوحدي. فالواحد لما بيعيش لوحده بيبقى تمام، انا لوحدي يعني، في جوه الواحد حيوان كده صغير بيطلع في البيت، ارمي حاجتي في كل حته وبتاع. فده كان صعب بقى ان انا الم بقى يعني. الحاجات دي. اصعب حاجه في الجواز ايه يا استاذ؟ والله الواحد ساعه ما اتجوز وانا حاسس ان انا بقيت بره، مش بقيت في البيت. مطرود ولا بمزاجك؟ مش فاهم. لا يعني حلو بصراحه الجواز زي الفل زي الفل. خش اسال اللي بعده بقى. بلاش، انت عندك البوم جديد نازل باغاني منها اغنيه لفلسطين اظن. ان شاء الله يعني. فانت ايه الغنى يعني؟ بدعم القضيه كده ان شاء الله بطريقتي يعني. انت عارفه انا دايما بحب اعمل اغاني، والحمد لله الناس تقبلت ده، فقلت يعني اقول رساله. واني بقى عملت مسلسل فيه رساله بقى، حبيت موضوع الرسالات ده. موضوع الرساله عجبتك؟ هو يحب يبعت لنا كمان رسائل. فقلت اعمل حاجه يعني ليها 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 كوز او ليها سبب. فعامل ان شاء الله اغنيه لفلسطين، متاثر بيها من الفنان شعبان عبد الرحيم. انا بكره اسرائيل ولا اسال. متاثر يعني من الموضوع ده. هو خلاص بقى حط ايده في راسه، انا لازم اقفل الحلقه دي.